بتروح على الصيدلية الصيدلاني ممكن يعطيك دواء بدون رشدة؟ ايه والله احيانا بمرقه اذا جارنا يعني بنعرفه هيك. هو ممكن يعمل هيك بس هذا شيء كثير سيء. لا على طول برشيتة يعطي لك بكل سوريا بيعطوا. انه ما بيصير انه يعني بدون وصفه طبيه وهيك، بس انه في صيادله انه بتعطي يعني ادويه ما بيعطيك اياها، في ادويه بيعطيك اياها. انت بتشتغل صيدلانيه مستحيل تعطي اي حدا بدون ما هي. هلا في ادويه ممنوعه يعني مثل ستاكودائين، مثل في ادويه كثير ممنوعه، فممنوع انك تاخذيها. تاخذ دواء بوصفه طبيه ولا ممكن تجيبه بدون وصفه؟ باخذها بدون وصفه طبيه. ليش؟ لانه ما بحسن بدفع حق المعاينه. بكل واحد مضطر، بكل واحد ما معه يروح على الدكتور، عرفتي شلون؟ يعني في مبررات يعني. يعني هلا ما بتعرفي احوال الناس، انا ما فيني اروح على الدكتور، فانه بعرف هذا الدواء، بعرف انه هذا الوجع بده هذا الدواء. الحاله تعبانه يا انسه. اذا ما في عندي حق راتشيتا باخذ، حتى اطفال صغار باخذهم. لا الطفل الصغير بتأثر بالدواء أكثر من الكبير، باخده بدون معاينة، باخده لعند الصيدلاني، وفي صيدلانيين الله يوفقهم صايرين يعني يفهموا كويسين بأمراض الأطفال جيرانهم وقريبين، بيعطونا دواء مباشرة بيطيب الأولاد. هلا إذا أدوية شغلات قلبية أو شغلات فيها للمخ أو للأعصاب للكذا بدها راشيتا حصنا أي مهدئات وهيك شغلات إجباري بياخد، ما بيرضى يعني حتى أيام بتضل الراشيتا عنده. خلص معي وبدي اعيده، فرحت عليه قال لي ما في الا برشيتة، يعني ثلاث اربع صيدليات كله هيك، اضطريت ارجع عند الطبيب نفسه. صار معك موقف ورفض الصيدلان يعطيك دواء بدون رشيتة؟ لا لا هون بيعطوك اي شيء اعصاب. تمام، انه بده وصفه من الدكتور. اي دواء بدي له، اي دواء بدك روحي جربي انت الحالة هذه كل الادويه بيعطوك بلا لا لا لا، حتى لو جاري وانا والله كان بدي دواء والرشيتة اضطريت اروح للطبيب وكتب لي نفسه. لا ولا مره اخذت دواء بدون وصفه طبيه، دائما بوصفه طبيه باخذ. انا معي غده ما بسترجي اخذ اي دواء، حتى البنادول ما بسوالي، باخذ ستامول بس. اذا شغلات بسيطه ممكن بدون دكتور، اما اذا في شغلات معقده مثلا شغلات دكتور مطلوب انه الدكتور يفحصك ولازم تكون دواء اجباري، لا انا ما بفضل مع راشيتا. تاخذ دواء اليوم بدون وصف الطبيب ممكن يكون الصيدلاني جارك او حدا بتعرفه؟ ايه 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 في هيك شغلات عم توعيني بشغلات انت.